وأن تتولى مسؤولية تنفيذ الحكم على الطفل الوحيد بدر السيوفي مؤسسة المسجد لرعاية الأحداث. صباحيا بقى. صباح الفل يا باشا. خير يا متولى. الأمانة بتاعتك وصل. اخلص. الحقيني يا دكتور، الحقيني يا دكتور، ابوس ايدي ابوس ايدي، خليهم يسيبوني، انا ما عملتش حاجة. اللي انتوا حبيبته ده يا بني ادم، حبيبتي اللي اتفقنا عليه، مش دي البنت اللي انتوا عايزينها رحيم باشا؟ حصل خير يا متولى. يعني ايه حصل خير؟ انت مش شايف هي عامله ازاي؟ احنا جايين ندور عليها ولا نخطفها يا رحيم؟ ما اول ما شافتنا طلعت تجري، كنا المفروض نعمل ايه؟ نطبطب عليها. اتكل على الله متولي وسيبها لي. ربنا يديك الصحه يا باشا. امشي يا متولي. انتوا هتعملوا فيها ايه؟ هو انا عملت لك ايه يا دكتوره؟ انا عملت فيك ايه عشان تعملوا فيها كل ده؟ ما تقلقيش يا لميا، مفيش حاجه هتحصل لك طول ما انت معايا، ما تقلقيش. انا مش عايزك تقلقي، هتكلم معاكي كلمتين وهتروحي الحسابين. اهدي يا لميا اهدي، احنا مش هنخلص من قصور البلطجه والخط بتاعك ده يا رحيم. كله هيخلص لما تظهر براتك. كنت هربانه ليه؟ اودي اودي. انا ما كنتش هربانه، انا ما كنتش هربانه يا دكتوره، انت اكتر واحده عارفاني، انا لا يمكن اضرك ابدا، وخصوصا بعد اللي عملتيه. كنت مستخبيه في السويس بتعملي ايه؟ ايه القصور ده يا رحيم؟ لميا انت ليه هربتي بعد اللي حصل؟ انا ما هربتش، صدقيني مش بايدي. بابا اول ما عرف ان حضرتك اتقبض عليكي قال لي انت لازم تسافري وتسيبي الشغل لحد الموضوع ما يهدى. بس بهروبك ده خليتي كل الدنيا تشك فيكي، وخصوصا انا. معاكي حق، انا برضو حاولت اقول له كده بس هو ما صدقنيش، والله العظيم هو ده اللي حصل. والمفروض بقى تصدق اللي بتقوليه ده وتسيبك تمشي دلوقتي. اقسم لكم بالله هو ده اللي حصل. كفايه بقى يا رحيم. ممكن تسكتي انت بقى بت؟ اوعي تفتكري ان العياط والحبتين اللي انت بتعمليهم دول هياكلوا معايا. انت هربتي ليه؟ انا مش هعمل لك حاجه، انا هاخد بالي وامشي، واسيبك بقى للي جابوكي هنا يعملوا فيك اللي هم عايزينه. اللي انت بتقوله ده لميا لو حصل لها حاجه انا مش هسامحك العمر كله. ايه هي في حاجه حصلت وقتها بس انا خفت اقول عليها. ايه هي؟ اتكلمي. مفيش، قبل الحادثه بيومين انا ركبت تاكسي، وبعدين السواق دخل بيا في سكه ضلمه وحاول يتحرش بيا، بس ربنا ستر، ربنا ستر، وعرفت اهرب منه وجريت ونطيت من العربيه وجبت حجر وخبطت في دماغه. وهربتي مش كده؟ اه هربت. وحصل ايه بقى بعد ما هربتي؟ لا ما حصلش حاجه، انا لقيت عربيه ماشيه على الطريق فشاورت لهم، طلعوا ناس كويسين وروحوني. وايه علاقه كل اللي بتحكيه ده بقى بالمخدرات اللي لقيوها عند داليا؟ لا مفيش علاقه، اصل وانا بهرب الشنطه بتاعتي وقعت وكان فيها كل مفاتيح المكتب. وما قلتيش ليه وقتها؟ بصراحة خفت من الفضيحة، خفت لو بابا يعرف وبعدين يقعدني من الشغل، وخصوصا ان هو كان متضايق من تأخيري برا. وايه الفضيحة في كده؟ فضيحة لو اهلي يعرفوا ونظرات الجيران ليا لما يعرفوا حاجة زي دي، وبعدين بابا لو عرف حاجة زي دي ده مش بعيد يقعدني من الشغل خالص، ده مش بعيد يقعدني في البيت العمر كله. للأسف كلامها صح يا رحيم، أنا عارفة هي تقصد إيه. أنت حافظة نمرة العربية دي؟ يبقى بكره الصبح تيجي معانا وتقولي الكلام ده في النيابه. لا نيابه ايه؟ نيابه ايه يا دكتوره؟ ابو سيدك والنبي يا دكتوره بلاش نيابه، والنبي بلاش يوديني النيابه. طب إيه؟ بلاش النيابه والنبي. إيه دي والنبي يا دكتوره؟ إيه دي؟ اكيد هنلاقي حل تاني، ما تقلقيش. يعني ايه ما تقلقيش؟ الهانم دي هتشرف معانا لحد بالليل، وبكره الصبح هنطلع النيابه، وده اخر كلام عندي. واتفضلوا جوه. يلا ما تخافيش يا لميا، ما تخافيش. انا مش قلت لك 100 مره الواد المعفن ده ما يجيش هنا؟ كان جاي يعمل ايه بسلامته؟ انطعي. ما خلاص بقى يا سيد، ده مهما كان اخويا، وبعدين هو جه وراح لحاله. لحاله؟ اخ ايه ده؟ كان جاي يسحب فلوس طبعا. انا عارف، عش انا بقى اطفح الكوته ويجي هو يشفطني. لا اخوي الكبير جاي سهران من السجن، اه جاي موس شقه عمري وتعبي وشقايا اللي بتعبه من سنين علشان انتوا على زباله. عينك مين اللي زباله؟ بس يا انت مش ناقص شغل عيال صغيره.
أنا مش عيل صغير وعيلتي مش زبالة. لا زبالة بتعالي صدك عليا أنا قد يا قد أنا اللي مربيك وبصرف عليك وشايفك زي ابني. اوعى تكون فاكر اني مش عارف الفلوس اللي انت بتصرف منها دي تبقى بتاعت مين، ولا القصر اللي انت عايش فيه يبقى برضه بتاع مين. ايه ده انت بتقول ايه سيد؟ ده زياد يا سيد، ده زياد. انا زياد بلا زفت. اطلع بره يا زباله يا قاطي، روح عيش مع الناس اللي بتدافع عنهم الزبال زيك، شوف هيعيشوك ازاي بره. لا لا بره يا زياد، لا زياد حقك علي نحار. قسما بالله لو خرجت بره القصر ما هترجعي تاني. يلا بقى قالوا له كده ايه، افتح لي قلبك واحكي لي ايه اللي حصل بالظبط. حوار بقى ان الشركه دي بتاعت مراتك وتروح وقت ما تحب وتطلع وقت ما تحب ما يلزمنيش. يلا قول بقى وما تضايقنيش، احكي كده احكي. يلا حبيبي يلا يلا. أنا قلت اللي عندي يا باشا. وقلت اللي عندك. خلاص يبقى أنت اللي قتلتها ورحت هناك عشان تتأكد إذا كان في دليل وراك ولا لا. يا باشا أنا ما قتلتش حد. وجودك هناك ملوش معنى غير كده. نجاتك في القضية دي تأبيدة. تأبيدة إيه يا باشا؟ لا أنا هتكلم، خلاص هتكلم. اتكلم يا حبيبي، اتكلم. وارغي بس بهدوء، بالراحة كده. بص يا باشا أنا كنت رايح المكتب عشان أصلاً كنت زارع كاميرا في المكتب. كاميرا إيه؟ ما هو انا كنت حاسس ان امينه بتخوني عشان كده حطيت كاميرا في المكتب. اه بتخونك، والكاميرا دي فين؟ ما هو الباشا طب عليا قبل ما اخد الكاميرا وحاولت تهرب. طب ما قلتش على الدليل ده ليه قبل كده؟ يا باشا انا فعلا خفت اقول لا تطلع بتخوني فعلا والبس القضيه. ما انت لبست القضيه فعلا. فين الكاميرا دي يا ابني؟ انت هاي زياد. أي يا ريم، ازيك؟ انا كنت عايز اجي لخالو رحيم. طب ما تيجي وانت في حد ماسكك. اصلا انا بكلمه قافل تليفونه وانا ما اعرفش العنوان. هبعت لك اللوكيشن على الواتساب، لو ما عرفتش توصل هنزل اجيبك. اوكي زياد، وانت كويس؟ اه انا الحمد لله. سلام. ماشي باي. ايوه جاي. احلى اتنين شاي وصايا يا استاذ حلمي. اي اوامر تاني؟ شكرا يا بدوي. سيجاره يا لا. خد يا عم، عليا النعمه اكون معلم على الواد سيد ده، علامه ما ينساها طول عمره. ولا مش راقصين بقى مصايب تانيه، كفايه بورده. عم انت بطل خوف بقى. الله. وبعدين انا جات لي فكره يعني كده بيها اخلص موضوع ابو ورده ده وفي نفس الوقت اعلم على الواد سيد. فكرتي ايه؟ فاكر امينه؟ هي امينه الله يرحمها كانت شغاله مع الواد سيد في الفلوس المجنونه. ايوه بس خد بالك السكه دي عوض. ومين اللي قال بس ان احنا هنشتغل فيها؟ احنا هنلعب لعبه كده في السريع. ازاي؟ لا انت بقى اشرب كوبايه الشاي وانا هرسيك على الزدوة. لسه متضايقة من اللي حصل؟ أنا متضايقة منك أنت. متولي ورجالته أنا ممكن أتوقع منهم التصرفات دي، إنما أنت كنت عايزين أطلع منها الكلام إزاي؟ أطبطب عليها؟ عمرها ما كانت هتتكلم. أنا عارفة لميا كويس، كنت هعرف أخليها تتكلم. أنت مش عارفة حاجة. أنت طيبة زيادة عن اللزوم. أنا ساعات بنسى إنك ليك وش تاني. وش مش بتظهره قدامي؟ وش البلطجة مش كده؟ أيوة الوش ده بالذات. ومين في الدنيا دي ليه وش واحد؟ أنت نفسك وشك مع الطلبة بتوعك غير وشك مع أهلك غير وشك مع أصحابك
ده حتى الواحد بيغير وشه أكتر من مرة في الحبة اللي بيقعدهم مع سواق التاكسي. المهم وشك قصاد نفسك إيه؟ وأنتي عارفاني كويسة داليا، وعارفة أنا إيه؟ للأسف عارفة.